الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مما توقفنا به في الحلقة الأولى السابقة عقيدتهم الله الأكبر، وقلنا أن هذه العقيدة للإسماعيلية تشعر أن لهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى. ما يوضح هذا الكلام ويؤكده ما جاء في كتابهم هذا صحيفة الصلاة، وهذا الكتاب متوفر عندهم تقريبا في كل دار ومنزل وبيت، يقرؤونه ويؤمنون به ويأخذون تعاليمه. في الصفحة 240 قال: ومالكنا ومالك جميع أمورنا الإمام الطيب أبي القاسم أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الكلام يدل دلالة واضحة على اتخاذهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى، لأن المالك لنا ولجميع العباد والمخلوقات، والمالك لأمورنا هو الله سبحانه وتعالى، وليس هو أبو القاسم هذا، الطيب أبو القاسم هذا أو غيره. لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، الآية. وقوله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فالمالك هو الله. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالمالك والرب والمتصرف والمحيي هو الله سبحانه وتعالى، وليس هو الطيب أبو القاسم. هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ويدل دلالة واضحة على ما ذكرنا أن لهم آلهة مع الله عز وجل. ومما يزيد الأمر وضوحا ما جاء في الكتاب الآخر، وهو كتاب الافتخار، في الصفحة في هذا الكتاب كتاب الافتخار في الصف، وهو للداعي الأجل كما هو مكتوب، سيدنا أبي يعقوب السجستاني متوفى في سنة كذا، طبعة دار الأندلس. في الصفحة 50 قال: وأضيف إلى القائم عليه السلام، أو أضيف إلى القائم عليه السلام حرف الراء الذي هو أقصى الإفاضات العقلية الموفورة على البشر، فنال بحرفه مرتبة الربوبية. فنال، هذا هو الكلام، فنال بحرفه مرتبة الربوبية. هذا القائم وهو المعظم عندهم قال: نال بحرفه مرتبة الربوبية. هذا هو الكلام. هل هناك رب مع الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يقول في أول سورة في ترتيب المصحف، سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هل هناك رب مع الله سبحانه وتعالى؟ حتى أبو جهل وأبو لهب عليهما لعنة الله، الذين نزل فيهم القرآن وجاء التصريح بأبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، وقال الله عنه في آخرها: سيصلى نارا ذات لهب. ما ادعى الربوبية لغير الله عز وجل، ولكنهم وغيرهم أشركوا في الألوهية. أما الربوبية
إفراد الله بالخلق والملك والتدبير ما أشرك فيها حتى المشركون الأوائل. هؤلاء إسماعيلية يدعون أن هناك أن هنالك أربابا مع الله سبحانه وتعالى، وأن هناك آلهة مع الله عز وجل، وهذا كفر أكبر وأغلظ ولا مجاملة في الحق، أكبر من كفر المشركين الأوائل الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول والله كل من أراد الحق منهم من هؤلاء الإسماعيلية إذا سمع ورأى هذا الكلام الموثق من كتبهم الأصلية ومصادرهم الحقيقية هذه التي عرضناها في هذه الحلقة والتي قبلها وتأتي حلقات متتابعات إن شاء الله تعالى، عليه أن يتوب إلى الله ويتبرأ من هذه العقائد الباطلة. وأيضا من هذه العقائد الباطلة أيضا ما جاء في صحيفة الصلاة في الصفحة 271، قال: وإني أتوسل بك إلى عاشر العقول، وبك وبه إلى جميع العقول الإبداعية، وبك وبهم إلى من جلت قدرته وعظمت مشيئته إلى آخره. هل يتوسل بالله عز وجل لأحد من المخلوقين؟ هذا لا يستقيم لا عقلا ولا لغة ولا شرعا ودينا، لأن التوسل كما عرفه العرب وعرفه علماء الشرع هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. فكيف نتوسل بالله إلى أحد من المخلوقين الذين خلقهم الله عز وجل وسواه وعدله، فنتوسل بالله عز وجل إلى هؤلاء؟ يعني هؤلاء أعظم من الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام عجيب وأمر غريب من هؤلاء، وهو لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وليس له دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة. ومن هو عاشر العقول وجميع العقول الإبداعية؟ لا شك أن لهم تفسيرات، ولكن مهما فسروا أو نظروا فنحن نريد دليلا من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم أيضا من الأباطيل في هذا الكتاب التوسل بأسماء غريبة وعجيبة لم ترد لا بالكتاب ولا بالسنة ولم نسمع بها حتى باللغة العربية أو غيرها من اللغات. فإذا كان عندهم أثارة من علم على صحة هذه الأشياء الغريبة العجيبة فليخرجوه لنا. في الصفحة 660 قال هو يتوسل، قال: بحق المقري والمغويشم أو المغويشم وشمشم وبيشا وهيشا وبريشا كبا 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 ينجلي 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 بنور الله، فما لأحد علينا من قوة ولا ناصر. واستمعت إلى إمامهم حمد القحص في بعض المقاطع، مقاطع الفيديو، يرد ويدافع عن هذه الخزعبلات الباطلة. قال: هذه كما في القرآن ألف لام ميم ألف لام راء حا ميم إلى آخره، يريد أن يساوي بين كلامهم الباطل الذي خرج من عقولهم الباطلة الكاذبة الخاطئة وبين كلام الله تبارك وتعالى. ألف لام ميم هذا كلام الله، حا ميم هذا كلام الله، ياسين وقاف وكلها نزلت من عند الله عز وجل، وهم يقرون بهذا أحيانا وأحيانا، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى
دعواهم دعوة الإسماعيلية تحريف القرآن، فهم يقرون بهذا. أقول أحيانا وأحيانا، فما هو الدليل على هذه الخزعبلات والأباطيل والترهات؟ لا دليل، ولا يستطيع إنسان أن يساوي كلامه بكلام الله سبحانه وتعالى، إنما هذا من الشيطان، كما قال جل وعلا: الشيطان سول لهم وأملى لهم. وقال تعالى: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وأيضا في هذا الكتاب جاءت بعض الأشياء المضحكة، لأن هذا الكتاب ليس من عند الله. في الصفحة 150 ذكر غسل الميت، يعني أنت حينما تغسل الميت، الميت بعد أن يموت تقول: اللهم حصن فرجه عن معاصيك حتى لا يعصيك، واستر عورته واغفر زلته. اغفر زلته هذه عرفناها لأنه ميت ويحتاج إلى دعاء، ولكن كيف نقول دعاء للميت: اللهم حصن فرجه عن معاصيك حتى لا يعصيك؟ هل الميت يعصي الله سبحانه وتعالى بعد موته وبعد غسله؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء أيضا المضحكة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد، ما جاء في الصفحة 168 ذكر الدفن والقبور. قال: ويدخل الزيت والبر والطيب قليلا في الماء في الليلة الثالثة، ده بعدما يدفن الميت، ويصب الماء على القبر في اليوم الثالث، إلى أن قال: وفي أن يجصص ويبيض ويسقف عليه بسقف. الأولى: يدخل الزيت والبر والطيب قليلا في الماء في الليلة الثالثة، ويصب الماء على القبر في اليوم الثالث. ما علاقة الميت المقبور في قبره بالبر والزيت والماء؟ هل يأكل أو يشرب؟ هل الموت عند الإسماعيلية يأكلون ويشربون؟ هذا لا يستقيم في عقل عاقل أبدا. قال: وفي أن يجصص ويبيض ويسقف عليه بسقف، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، عن تجصيص القبور يعني تغيير لونها وطلائها بالبوية وغير ذلك، هذا محرم. وأيضا البناء عليه وسقفه أيضا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، كما في حديث جابر عند مسلم وأبي داود، أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه وأن يجلس عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصفحة 520 دعاء يوم الثلاثاء لمولانا الحسين عليه السلام، هكذا مكتوب، وضمن الدعاء يقول: إلهي فعلت الفاحشة وظلمت نفسي. وهم عندهم الحسين، الإمام الحسين رضي الله عنهما، معصوم، وهنا يقولون إلهي فعلت، يقولون عنه: إلهي فعلت الفاحشة وظلمت نفسي. هذا هو الكلام. كيف يدعون عصمته ثم يأتون في هذا الكتاب وهذه الصفحة فيتهمونه بفعل الفاحشة وظلم النفس؟ ولكن كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإلى اللقاء في حلقة ثالثة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.